ثلاث امور هتحصل لك او هيحصل لك حاجه منها لو انت رايت السجن في المنام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحه والعافيه دايما يا رب. رؤيا السجن في المنام من الرؤى اللي مش ناس كتير بتحلم بيها، وناس قليله جدا اللي بيحلموا بهذه الرؤيا اللي هي رؤيا السجن في المنام. في ناس بتبعت لي ساعات وتقول لي يا عبد الله انا حلمت ان انا دخلت السجن، وحد تاني يقول لي انا حلمت ان انا بنيت في سجن مبني قدامي او انا بنيت سجن. هل رؤيا السجن رؤيا سيئه ولا رؤيا جيده؟ النهارده انا اكلمك على تفسير حلم رؤيا السجن في المنام بالتفصيل. بس قبل ما ابدا، اتمنى لو انت جديد في القناه تشترك في القناه، ولو انت معايا قديم في القناه تضغط على زر اللايك وتدعي لي دفتر القاب بالتوفيق. وعلى فكره يا جماعه، انا عامل خدمه تفسير احلام، لو انت عايزني افسر لك حلمك فيديو، يعني تبعت لي الحلم بتاعك وابعت لك فيديو مخصوص ليك عشان افسره لك، فهتكلمني على الرقم اللي تحت وان شاء الله ارد عليك، والمقابل رمزي جدا. وعشان ما اطولش عليكم يا حباب قلبي، نبدا على طول في ذكر التفاصيل والتفسير ان شاء الله. اول حاجه هتحصل لك باذن الله لو انت رايت السجن في المنام هو للاسف تعطيل في حياتك، تعطيل في السفر او تعطيل في المال او تعطيل في العمل. يعني لو انت رايت الرؤى اللي انا قولها لك دي، اعرف ان انت هتواجه تعطيل او هتواجه مشكله في امر المال، او لو انت عندك سفر ممكن يتعطل، او عندك مش هيبقى عندك مشكله او تعطيل في العمل، هيحصل لك مشكله في العمل. وده لو انت رايت ان انت دخلت سجن ومعاك ناس فيه، يعني دخلت سجن مع ناس، دخلت السجن وحواليك ناس، او رايت ان انت دخلت السجن وكنت مظلوم، او رايت ان انت دخلت السجن وما كنتش عارف تهمتك ايه. فلو انت دخلت السجن مع ناس، او دخلت السجن وما تعرفش تهمتك ايه، او دخلت السجن مظلوم، فللاسف المنام ده بيدل على تعطيل في حياتك، هتواجه تعطيل في حياتك. التعطيل ده قد يكون في الرزق وقد يكون في العمل وقد يكون في امر المال. اما تاني حاجه هتتحقق او هتحصل لك لو انت رايت السجن او دخول السجن في المنام هو الراحه والفرج واستبدال عاده سلبيه بايجابيه. يعني المنام الثاني او الامر الثاني اللي هيحصل لك بمعناها خير او معناه ايجابي، وده بيدل ان انت هيحصل لك راحه، هيجي لك راحه، او هيجي لك خير، او هيجي لك استبدال عاده سلبيه بعاده ايجابيه. يعني في خير كتير جاي لك ان شاء الله في الوقت القريب. وده لو انت رايت ان انت خرجت من السجن في المنام، يعني حلمت ان انت كنت في سجن وخرجت منه، او لو انت رايت ان انت كنت في سجن وهربت من السجن ده. فلو انت حلمت ان انت هربت من السجن او خرجت من السجن، فهذه رؤيه مبشره وتدل على زي ما قلت لك الراحه والفرج، وبيدل ايضا قد يدل يعني على استبدال عاده سلبيه بعادة إيجابية. يعني حياتك هتتغير، شخصيتك هتتغير، في صفات سلبية فيك هتتغير وتبقى أحسن، والصفات السلبية دي هتتلغي وهيجي مكانها صفات إيجابية. أما ثالث وآخر حاجة هتحصل لك لو رأيت السجن أو دخول السجن في المنام هو الوصول للأمنيات أو تحقيق الأمنيات والأحلام. لو أنت شفت المنامات اللي أنا قولها لك دي، اعرف بإذن الله إن أنت هتحقق أمنية أو هتحقق هدف في حياتك، لأن المنام ده أو المنامات دي بتدل على تحقق أو تحقيق الأمنية وتحقيق الأحلام. وده لو انت رأيت ان انت بنيت سجن، او رأيت بناء، او رأيت سجن من الخارج. لو انت حلمت ان انت بنيت سجن او رأيت سجن من الخارج، فالمنام ده بيدل على تحقيق الامنيات والاحلام. كذلك برضو لو انت رأيت ان انت منزلك اتحول لسجن، يعني حلمت ان انت في المنزل بتاعك اتحول لسجن، عندك منزلك عالي بس لقيت المنزل بتاعك اتحول لسجن، فأيضا هذه الرؤية بإذن الله قد تدل على تحقيق الأمنيات وتحقيق الأحلام. فبكده يا حباب قلبي نكون فصلنا أغلب تفاسير حلم رؤية السجن والدخول السجن أو خروج من السجن. وطبعا على فكرة، عشان بس الناس كتير بتبعت لي، رؤية السجن في المنام ملهاش علاقة بالسجن في الحقيقة. يعني محدش مثلا يحلم إن هو دخل السجن يبقى هو كده معناه إن هو يخش السجن في الحقيقة. يا جماعة أنا قلت لكم قبل كده إن الأحلام ليس لها علاقه بحد كبير بحياتنا الواقعيه، يعني مش مثلا حد حلم انه دخل السجن يبقى هو يخش السجن في الحقيقه، فاهمني؟ فبس كده يكون الفيديو خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.